الله يرحب بك ومشاهدين معانا إن شاء الله لهذا البرنامج وطريقنا جميعا إن شاء الله إلى 2022 سويا. الخط الذهبي طبعا خط من أحد ثلاث خطوط اللي هو الأحمر والأخضر والذهبي، ولكن يمكن شوي التسليط على الذهبي إنه شوي أخذ حجم كبير طبعا بمناسبة البطولات اللي قيمت البطولات الرياضية اللي هي بطولة الخليج وأيضا بطولة كأس العالم للأندية، ولكن الخط الأحمر لا يقل أهمية أبدا بوجود كتارة، بوجود محطة المطار أيضا، وكذلك الخط الأخضر بوجود قطر فونديشن، مستشفى حمد، محطة مستشفى حمد، وأيضا الوصول إلى الرفاع ومحطة الرفاع إلى قطر نوت. بس الخط الذهبي كان هو النجم، نجم فعلا، نجم بالشهر الماضي، وكان صديق كل الجماهير اللي صحيح. إجت لتحضر إن كان كأس الخليج أو كأس العالم للأندية. صحيح. صراحة يعني النقلة اللي صارت النقلة السريعة نقلة نوعية ومميزة في النقل والمواصلات في دولة قطر، وهذه ضمن استراتيجية 2030، وأيضا العمل جنبا إلى جنب وبشكل فريق عمل له مع 2022 وصول لكأس العالم. ولذلك صراحة الخط الذهبي خذ حجم كبير، بخصوص لأن تواجد ملعب الأستاذ خليفة موجود عليه، وأيضا أحد الملاعب السد أيضا موجود، وكذلك الخط الأحمر موجود عليه خط الجنوب في أحد البطولات، وقبل هذه البطولات أيضا كانت بطولة ألعاب القوى لتسهيل الممار صراحة من خلال المحطات، ولذلك المحطات والمترو أخذ صراحة كان عامل رئيسي مميز جدا في عملية تسهيل وأنسيابية الحركة للملعب ومن الملعب وإلى خارج الملعب من خلال المحطات أو حتى من خلال الأنفاق المؤدية إلى الملعب، تفاديا لأي أمور تخص السلامة والأمن صراحة، عدم عبور المشاة أو قطع الطريق، سلامة المواطن والجماهير اللي جاوزوا وتسهيل عملية الوصول إلى الملعب. فكان صراحة أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين تزامنت أيضا هنا. هل يوجد هناك أرقام أو نسب معينة يعني بشأن أعداد المسافرين خلال كأس الخليج وكأس نعم. العالم؟ صراحة كانت الأعداد في تصاعد وتزايد، خصوصا أن احنا طبعا كان الافتتاح اللي هو التشغيل التجريبي للمترو كانت اللي هو بعد الخط الأحمر، كان هناك الخط اللي هو الذهبي كان قبل بطولة الخليج، وكان فيه ما يقارب للمباريات 63 ألف تقريبا يستخدم المترو لحضور هذه المباريات والفعاليات التي كانت حول الملاعب. أيضا ازداد هذا العدد إلى عدد كبير جدا، وصل إلى 150 ألف والمئتين ألف وثلاثمائة ألف لما وصلنا إلى مباريات كأس العالم للأندية في السيمي فاينل والفاينل صراحة، فكانت أعداد مهيلة. أيضا هذا يعطينا صراحة مؤشر إيجابي جدا في تغيير ثقافة المجتمع، في أيضا مصداقية هذه صراحة الخدمة اللي تميزت فيها قطر الآن، وأعطت انطباع مميز جدا أيضا للعالم أجمع على عالمية الدوحة. عالمية الدوحة واستعدادنا من الآن طبعا بإذن الله إلى كأس العالم، وهذا اللي خلانا الآن نستعد ونشغل المترو تشغيل تجريبي حتى قبل وقته بست شهور، يعني قبل وقته بسنتين وست شهور استعدادا لكأس العالم. طيب لنتكلم عن الخطوط الأخرى. الخط الأحمر تم افتتاحه، لكن بانتظار افتتاح محطة القطيفية هل بإمكانك مدنا بالموعد المحدد؟ أولا الخط الأحمر طبعا من أطول الخطوط اللي موجودة، أطول في العالم، أطول يعني أنا أكون دقيق 40 جدا كيلومتر. أي نعم بالضبط. فإلى الآن طبعا فيه الكثافة السكانية والأماكن السياحية المميزة اللي موجودة على الخط، الخطوط كلها صراحة، وأيضا تميز الخط الأحمر وجود اللي هي السوق واقف مثلا معلم سياحي، وجود أيضا كتارة معلم سياحي ومميز، وجود طبعا جامعة قطر، لوسيل أحد المدن أو الملاعب اللي قريبة من الخط الأحمر. القطيفية إن شاء الله بتكون جاهزة بإذن الله تعالى في الربع الثاني أو نهاية من 2020 إن شاء الله تعالى. ما الذي يميز الخط الأخضر؟ طبعا الخط الأخضر من الخطوط أيضا المتميزة جدا، إحنا راعينا في كل الخطوط وكل المحطات تواجد الكثافة السكانية وأيضا المعالم السياحية لقطر، لأن اللي بيجون أو اللي يجون مش فقط جاي لكرة، ولكن يجي يشوف معالم قطر ويكتشف ما هي قطر وما هي استعداداتها لكأس العالم. ولذلك الخط الأخضر يتميز بوجود طبعا محطة مستشفى حمد، وهي محطة الآن أصبحت من أكثر المحاط بالنسبة للخط الأخضر. أيضا عندنا محطة القطر فونديشن اللي هي المدينة التعليمية، المكتبة اللي موجودة طبعا،
محطة المكتبة هناك، وأيضا عندنا محطة الرفاع اللي هي تربط في قطر مول. فلذلك هذا الخط صراحة جميع الخطوط نعتبرها خطوط مميزة وخطوط مهمة، وصراحة من خلال الافتتاح التشغيلي والتجريبي لهذه الخطوط كانت الأعداد مضاعفة، كان الاستخدام مميز، كانت سهولة الحركة والحمد لله. هذه خطوة إن شاء الله تعالى، وما زال هناك الكثير طبعا لكأس العالم، ودائما تتميز بلدنا الحبيب بدائما بالتميز والرقم واحد دائما في كل شيء. فلذلك لله الحمد مع فريق العمل في اللجنة المنظمة لـ 2022، وكذلك بمتابعة حثيثة من وزارة المواصلات والاتصالات لهذا العمل. طيب في المستقبل القريب أو قبل المونديال، هل يوجد برامج لإحياء ربما القليل من الأنشطة أو الفعاليات في المترو؟ طبعا لو الجميع الآن شاهد المحطات، المحطات لا تعتبر فقط محطة قطار، ولكن هناك خدمات كثيرة تقدم فيها، خدمات كثيرة للمواطنين للقاطنين قريب من هذه المحطات. مش ملزم بأنه فقط يستخدم متر، ولكن ممكن يستمتع بقضاء أمور كثيرة من خلال الخدمات اللي موجودة. طبعا هناك الآن بلشنا في كثير من الأمور بالنسبة للرسامين القطريين أنهم يعملون بعض الألحات الفنية المميزة، ولهم كثير من الأعمال موجودة في المحطات. أيضا هناك بعض الهواة الموسيقيين من موجودين أيضا في المحطات، وما زال هناك الكثير. والآن في صدد طبعا مع الأخوة في يوم الكتاب إن شاء الله أو معرض الكتاب راح يكون أيضا استخدام لأراضي مواقع المحطات والمحطات أيضا للعرض لمثل هذه الأحداث والفعاليات اللي تكون في الدولة. فنحن مش مجرد نقل، ولكن حتى وجود الخدمات اللي في المحطات مش مرتبطة أيضا بفقط أن تكون تذكرة عندك، لا، ممكن تستخدم المحطات لأي غرض كان، ممكن تصل من مكان إلى مكان من خلال أنفاق تقريبا عددها 46 نفق مربوطة بالمحطات و12 جسر أيضا مربوط بالمحطات. هذه كلها من حرص الدولة، وأمام العالم أيضا نحن مستعدين أمنيا وسلامة كل من يأتي لهذه الأرض الطيبة أن يكون طبعا في أعلى درجات الأمن والأمان. وأيضا خصصت كثير من الأمور لذوي الاحتياجات الخاصة، وهم كانوا معنا شركاء من اليوم الأول للتصميم والتنفيذ، ونأخذ رأيهم في الكثير. ولذلك لو لاحظت فترة بطول العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني كانوا موجودين ومشاركين معنا ويصلون إلى المترو بسهولة ويسر، ومطبقين جميع المعايير، أعلى درجات المعايير السلامة العالمية والمتطلبات لهذه الفئة القادمة. طيب سيد عجلان، بحسب علمنا مشروع مترو الدوحة لن تقتصر محطته عند حدود 2022، هل لك أن تمدنا ببعض التفاصيل عن مشاريع المترو ما بعد المونديال؟ إنجازاتنا دائما في قطر ليس لها حدود ولا طموح، ولذلك لله الحمد يعني لا نقف عند هذه النقطة أبدا، ولكن ستكون هناك إن شاء الله مشاريع مستقبلية للمترو بإذن الله، وهذه موجودة الخطط، برامج والخطط لتنفيذ هذه الخطط حسب البرامج الزمنية إن شاء الله بقيادة وزارة المواصلات والاتصالات، وستكون إن شاء الله خطوات ثابتة وتدريجية ولها الأولوية حسب الأهمية بإذن الله. نعم السيد